رحب مباشرة من لندن بالاستشاري في المستشفى الملكي بلندن الدكتور أحمد المشتت. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور أحمد. بداية اعتدنا على المتحورات لفيروس كورونا، ومن كل متحور هناك يتم الحديث عن موجات متعددة لهذا المتحور مثل السابقة دلتا، ولكن الآن هل يمكننا تصنيف ما يحدث الآن مع أوميكرون، ولنتحدث بأن هذه ما يحدث الآن هو مجرد موجة أولى فقط بناء على التصريحات لمنظمة الصحة العالمية والخوف أيضا الدولي؟ مرحبا بكم. طبعا لا شك أوميكرون يسجل موجة كبيرة، تمت عدد الإصابات الآن في بريطانيا أكثر من 130 ألف إصابة، في فرنسا أكثر، في الولايات المتحدة الآن السلالة المهيمنة في معظم دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هي سلالة أوميكرون. رغم عدم حدة الإصابات، ولكن سرعة الانتشار والعدوى ومضاعفة عدد الإصابات كل يومين إلى ثلاثة أيام يربك حركة المجتمع بالكامل. يعني حتى لو لم يكن عملية الدخول إلى المستشفى كثيرة بسلالة أوميكرون، قلت حاجة دخول المستشفى بحوالي 70%، ولكن 50% أو 40% من العاملين في القطاعات الصحية الآن في بريطانيا يعانون من الإصابات وهم يعزلون أنفسهم في البيوت. هذا يسبب مشكلة كبيرة لإدامة الحياة أيضا في معظم القطاعات الأخرى، قطاع النقل، قطاع الطيران، هناك إصابات كبيرة. ولهذا يأتي تحذير منظمة الصحة العالمية من أن سلالة أوميكرون ما زالت في بدايتها. ما نعرفه، نعرف الكثير ولكننا أيضا نعرف القليل. معظم الإصابات الآن شملت الشباب في بلدان مستوى المناعة فيها كبير جدا مثل جنوب أفريقيا ودول أوروبا. القلق الحقيقي فيما إذا تعدت هذه الإصابات لتشمل كبار السن، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نقص في الجهاز المناعي، ماذا يحدث عندئذ؟ ولكن الثابت الآن أن السلالة تسبب إصابة طفيفة لسببين: المستوى المناعي العالي في هذه الدول، وأيضا تصرف السلالة، لأنها حسب البيانات المختبرية الأولية من بريطانيا تفضل أن تعيش في القصبات الهوائية العليا ولا تدخل إلى الأنسجة العميقة للرئتين، فهي تسبب مرض يشبه نزلة البرد. حتى الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفى يحتاجون إلى ثلاثة أيام للتعافي، والنسبة التي تحتاج إلى ردهات المعاش المركز قليلة جدا، وهي عند معظم الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم لحد الآن. ما الذي تقصده الصحة العالمية عندما تتحدث بأن حالات الاستشفاء منخفضة في أوميكرون مقارنة بدلتا، وتحدثت أيضا عن خصائص أخرى في مسألة نمو هذا المتحور أوميكرون بشكل أكبر وانتشاره بشكل أكبر أضعاف دلتا؟ هل هذا يعني ربما بأنه المرحلة القادمة إذا كانت هناك استباقية في مسألة توقعات بشكل أو بآخر بأن الفيروس يضعف نفسه في هذه المرحلة؟ سريعا إذا سمحت دكتور. سلالة أوميكرون فترة الحضانة هي يومين، كانت في سلالة دلتا خمسة أيام، لهذا ترى هذا الانتشار الهائل للعدوى. من كل 20 شخص في لندن شخص واحد مصاب، هذا يعطيك انطباع على سرعة انتشار هذه السلالة والخطورة. هذا سرعة الانتشار هو أنها تصيب عدد كبير ممكن من السكان، وهذا قد ينعكس على المضاعفات الشديدة أو على الوفيات، لكن لحد هذه اللحظة لا توجد بيانات في ذلك. في فرنسا، في بريطانيا عدد الوفيات ما زال منخفضا، وحتى عدد الأشخاص الذين يدخلون إلى المستشفيات منخفض. ولكن المقلق الحقيقي هو سرعة الانتشار. سلالة أوميكرون قد تكون الخطوة الأولى في عملية تحور وتطور الفيروس لأن يكون فيروس أضعف يسبب أشكرك نزلة برد مثل الإنفلونزا. نعم أشكرك وأعتذر منك لضيق الوقت المتبقي لهذه المقابلة. شكرا لك الاستشاري في المستشفى الملكي بلندن الدكتور أحمد المشتت.